انا شايف طبعا الزمالك كويس قوي انه جاب باتشيكو في الوقت ده، ان انت ما عندكش رفاهيه وقت كبيره، جايب واحد عارف الفرقه، وفي ناس اتمرنت معاه حوالي 6 7 لعيبه اتمرنوا معاه، الاداره هي هي، الاجواء موجوده زي ما هي، فهو مش هيجي من اتموسفير مختلف يعني. بيتهيألي دلوقتي كمان الادوات اللي موجوده لعيبه كويسه كتير، مهاريين كتير، ممكن يغير طريقته لو لقى اللعيبه الحريفه كتيره في الملعب، ممكن يغير طريقه، بس انا قصدي هيبقى نفس الشكل شويه اللي هو الدفاعي المتحفظ. الزمالك يكسب 1-0، مفيش جوان تخش فيه كتير، دي مهمه جدا. الزمالك الفتره اللي فاتت بيخش فيه جوان كتير، لازم يظبطها شويه، بس ده انا متهيألي راجع لتعب الونش وعلاء، تعبانين جدا، بيلعبوا كل 3 ايام ماتش مع بعض، تعبانين جدا، شكلهم باين ماتش جونه كانوا في اسوء حالاتهم يعني. فهنشوف باتشيكو، لكن اكيد اختيار موفق يعني.